حديث أبي أيوب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال هنا كان كصيام الدهر، لما لم يقل فكأنما قد صام الدهر؟ فالجواب أن المقصود تشبيه الصيام بالصيام، فلو قال فكأنه قد صام الدهر لكان بعيدا عن المقصود، فإنه حينئذ يكون تشبيها للصائم بالصائم، ومعلوم أن محل التشبيه ليس الصائم وإنما هو الصوم، مما يؤكد على عظم الصوم وكثرة ثوابه.